اهلا وسهلا عسلمة ومرحبا بكم. جي موان 10 10 ايام تفصلنا على الانتخابات الرئاسيه اللي نتمنوها تكون ناجحه من الناحيه الامنيه كما كان الامر بالنسبه لانتخابات التشريعيه انتخابات 26 اكتوبر وين اكثر من 100,000 امني وعسكري امنوا سير الانتخابات وتحيه لهم مره اخرى. ونذكروا لكلنا العمليه الاستباقيه اللي صارت في وادي الليل ويعني وتمكنت الوحدات الخاصه من كشف خليه كامله وتقتلوا فيها مجموعه من الارهابيين. خبر دولته كل الصحف اليوم، السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية أكد وجود تهديدات إرهابية جدية في الجبال على الحدود التونسية الجزائرية وتحديدا في ولايات الكاف جندوبة والقصرين واللي تستهدف سير الانتخابات الرئاسية على حد تعبيره. التساؤل هوني هل أنه في مصلحة المواطن معرفة وجود التهديدات هذه أم هي رسالة لمن يخطط ويهدد بمساس أمن البلاد في التوقيت هذا بالذات؟ شكون المستهدف زادة من التهديدات، المواطن أم السياسيين اللي هما زوز أطراف في العملية الانتخابية؟ هل هي رسالة موجهة بطريقة غير مباشرة للفاعلين السياسيين وكل المترشحين خاصة بعد العنف اللي سجلناه في بعض الخطابات من اللي سمعناهم حتى تكون الخطابات في المرحلة المتبقية من موعد الاستحقاق الانتخابي معتدلة ومجردة من العنف اللفظي اللي ممكن يسر يتطور ويولي عنف مادي ونعرفوا الكل الضجة اللي صايرة هليامات حول استعمال كلمة طاغوت. على كل الحذر مطلوب من الجميع ومرة أخرى تحيي وعمل المؤسسة الأمنية بمختلف وحداتها.